اليوم عيد النصر، هذه مناسبة عظيمة في تاريخ الجزائر، وهو يوم من أيام الجزائر الكبرى إن شاء الله. هذا أقل شيء قدموه يسمى في زيارة المجاهدين والمجاهدات اللي قدموا وضحاوا من أجل أن تعيش الجزائر حرة مستقلة إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي يسترنا الجزائر، وربي الشهداء يجعلهم في الجنة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. ما ترجال يا رجال يا ابني، وما صغار مساكن. اليوم تشرفنا بمرافقة أنشطة وتدشينات على مستوى ولاية جلال الفتية والناشئة، واليوم أردنا أن نقف على مجهود الدولة خاصة في قطاع التربية والتعليم. تم تدشين مطعم والوقوف على توسعة مدرسة، هذا لضمان أحسن الظروف لأبنائنا في التمدرس والتعلم. إذن اليوم أول قطاع كان قطاع التربية، كذلك قطاع الشؤون الدينية تم تدشين كذلك مدرسة قرآنية. تتوجه ذاكرتنا الجماعية المشرفة لها اليوم لهذه اللحظات التاريخية والملحمية الخالدة من خلال استذكار كل تلك التضحيات الجسامية.